بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، في باب في طاعة وأولي الأمر. فصل في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة قال فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: أن يهراق دمك ويعقر جوادك. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: تهجر ما كره ربك، وهما هجرتان: هجرة للبادي وهجرة للحاضر. فأما هجرة البادي فإذا دعي أجاب، وإذا أمر أطاع، وأما هجرة الحاضر فأشدها بلية وأعظمها أجرا. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في الحديث اشتمل عدة جمل ذكرنا منها مسائل. ذكرنا منها الظلم، أنه صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الظلم وحذر منه وبين سوء عاقبته، ثم نهى عن الشح وذكرنا معناه، وأنه أعم من البخل، وأن البخل أحد أفراد الشح، والشح آمر، وهؤلاء مطيعين. هذه الأوصاف الخبيثة يأمرها الشح أن تقوم بالإنسان فتقوم به. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالخيانة فخانوا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: هذه الأحاديث رويت بهذا الإسناد، وإلا كل جملة جاءت مستقلة، ولعل الراوي كان أحد الصحابة عن طريق بسند واحد فجمعت، لأن الصحابي يروي الحديث. إياكم والشح، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، رواه عدة صحابة، عدة من الصحابة. الصحابي إذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه عنه فلان وفلان وفلان، ثم روى ابن عمر جملة أخرى فرواه عنه هذا السند، فجمعت هذه الجمل المتعددة لأن سندها واحد، وإلا هي قيلت في مناسبات. قال: أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ الإسلام معناه الاستسلام لله عز وجل،
الاستسلام لله أي الخضوع وتقبل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله بإذعان ومحبة، لأن المستسلم لا يقاوم ولا يكذب ولا يضمر خلاف ما أظهره. هذا معنى الاستسلام، هذا معنى الإسلام. فإذا جاء إسلام وإيمان في جملة واحدة دل على أنه بينهما افتراق وفرق في المعنى. أما إذا ذكر الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، دل على أن الإسلام غير الإيمان. ولما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإسلام، دل على أن بينهما فرق. ما الفرق يا عبد الله بينهما؟ الإسلام هي الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والحج وأعمال البر التي يقوم بها اللسان ويقوم بها الجوارح، كل هذه تسمى الإسلام. ما كان من عمل ظاهر هو الإسلام، وما كان من عمل باطن ما كان من عمل باطن كالإيمان بالله والإقرار به وإضمار الخير للمسلمين وإذهاب الغل والحقد عن النفس وحب المسلمين والإيمان بالرسول وما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم تسمى الإيمان، لأنها أمور داخلة ما تظهر، ما يظهر عملها. فما استقر في القلب من التصديق والإقرار يسمى إيمان. لما جاءت الملائكة للوط عليه السلام دخلوا عليه فوجئوا وهم شباب حسان الوجوه، قدم لهم الطعام عجل سمين ما أكلوا، أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لما اطمأن وعرف أنهم رسل الله قال فما خطبكم أيها المرسلون، إيش الشأن الذي جئتم من أجله؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. اسمع الآية، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لا تظن هذا من تفنن العبارات، لا، هذه لها معنى ودلالة. أخرجنا أي أنجينا، والإنجاء الإصراف عن الهلاك، فلم يصل إليهم هؤلاء المخرجين شيء من ذاك العذاب. لما بحثوا قالوا ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا البيت يحوي على أناس من المسلمين، أما الإنجاء فكان خاصة في بنات لوط وأهله إلا زوجته لأنها ما آمنت. ولذا لما كان الإخراج سماهم الإخراج بمعنى الإنجاء، لما أخرجهم وأنجاهم لم تكن فيهم امرأة لوط لأنهم كانوا مؤمنين. فلما بحثوا عن قوم لوط ما وجدوا إلا بيت مسلم، البيت يحوي على أفراد هؤلاء الأفراد منهم امرأة لوط وكانت غير مسلمة، فدل على أن ظاهرها هي في ظاهرها أنها مذعنة مستسلمة للوط، لكنها في قرارة نفسها تخفي الكفر، دل على أن الأعمال الظاهرة
يسمى صاحبها مسلم ولو كان منافق، لأن إظهار الكلمتين والقيام بالمشاعر والفرائض وما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه يعصم صاحبها، يعصم من إراقة الدم ويكون له ما على المسلمين، أما الباطن فيكل أمره إلى الله إلا إذا أظهر شيئاً مما يعلم أنه مخالف لدين الله فيقام عليه الحد إما قتلاً أو قصاصاً أو غير ذلك. نحن نقول في دعاء الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ليه قلنا الوفاة تكون على الإيمان؟ دعونا له بالإيمان، وإذا أحيي كان حيا دعونا له بالإسلام، لأن الإسلام استسلام عمل بظاهر الأعمال يذعن لله في القيام بما فرض الله عليه. أما حين الوفاة فنحن نسأل الله عز وجل أن يتوفانا مؤمنين. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه كلها من الإيمان، لأنها علامات ما ليست ظاهرة إنما هي خفية. هذا الصحابي سأل عن الإسلام، أي سأل عن الظواهر المطلوبة من المؤمن أداؤها لله عز وجل. قال: ما الإسلام؟ أي الإسلام أفضل؟ والرواية الثانية الثابتة: ما الإسلام؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم اللي صرف شره عن المسلمين وأذى لسانه ويده، ما بطش، خص اللسان لأنه أشد الجوارح في تناول الناس، وخصت اليد لأنها هي الرئيسة في تناول ما يرغبه المؤمن ويفعله، وإلا الرجل يسعى الإنسان إلى غضب الله، والعين كذلك، لكن خصت هاتين الوسيلتين لأنهما من أعظم الشرور إذا كانتا قبيحتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن يسلم المسلم من لسانك ويدك، وهذه من أعمال الجوارح الظاهرة. وسئل في الحديث الآخر: ما الإيمان؟ قال: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قد يكون الإنسان مسلم ما يؤذي الناس بلسانه ولا بيده، لكن لن تستطيع أن تأمنه على دراهم، ولا تأمنه على عرض، ولا تأمنه على دين، لأنه يسلم فلا يؤذيك إما رغبة أو رهبة. إيش معنى رغبة أو رهبة؟ ما يؤذيك طمعاً أن ينال منك شيئاً من حطام الدنيا، لا يؤذيك ليعلم أنك أشد منه بطشاً وقوة فيخشاك، لكن فيه هذه فلا تدري، ما تستطيع تأمنه. لكن الإيمان إذا علم الناس أن صفة الغدر والخيانة والكيد والمكر منتفية عن الإنسان، كيف يعلمون ذلك؟ بالتجربة وطول العهد وثناء الناس. فهذا لما علموا منه أمنوه على دمائهم وأموالهم، لكن ذاك ما يأمنوه. قال: الإيمان من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أما المسلم فالذي يسلم الناس من لسانه ويده. المسلم هذه صفته، فمن لم يأتي بهذه الصفة ما الذي تقوله في حق المؤذي؟
ما تجرده من الإسلام، لا، لأن لو جردته من الإسلام لأبحت قتله. إذن هذا مسلم ناقص الإيمان، ناقص الإسلام، لم يأتي بالإسلام الواجب، ولذا مثل هذا ما تقبل شهادته ولا ينبغي أن يولى، ويوم القيامة حسابه على الله عز وجل، لكن لن تستطيع أن تنفي عنه الإسلام، فإسلامه ناقص. قال: ما الإسلام؟ أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. التي بعدها ماذا؟ قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: أن يهراق دمك ويعقر جوادك. الذي يخرج للجهاد يريد به إعلاء كلمة الله عز وجل، ما في شيء آخر يدفعه للجهاد. إيش معنى إعلاء كلمة الله؟ يعني يريد المجاهد تحت راية المسلمين وقائدها أنه ينتشل عبادة ينتشل عبادة الناس من عباد ينتشل العباد من عبادة الناس إلى عبادة الله عز وجل. ولذا لما تنتشر الدعوة ويطلب من الناس إما أن يذعن فالحمد لله، الله عز وجل أراد إنقاذه، لا تظن المجاهدين عشان الأموال ولا لأجل السطو على الديار ولا لأجل أن يأخذوا بنات الناس فيجعلونهم مسبيات ولا لأجل الشهوات والارتفاعات. والمجاهد في سبيل الله ما يتقنع، لا، منذ أن ترى المجاهد يتقنع ويتلثم هذا ليس بمجاهد. المجاهد يخرج لأجل إعلاء كلمة الله، يعلن نفسه أنه جاء لهذا الغرض، لا بد عزة المؤمن في ذلك. وقلنا هذا القصد من الجهاد. فمن ترك هؤلاء يدعون إلى الله ولم يقاتلوا ما يتعرضون، لكن يقول لكم الأمان ادفعوا الجزية كما هؤلاء المسلمون يدفعون الزكاة، فإن قاوموا قاتلهم، لأنهم يريدون أن يصدوا دين الله عن الانتشار. غير هذا المعنى يا عبد الله لا يأتيك من يحرف الكلمة عن مواضعه فتفهم خطأ عن الجهاد. هنا يقول: سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يهراق دمك ويعقر جوادك. القتال في الأول كان على الخيل، وسيعود الجهاد آخر الزمان كذلك. فالذي يخرج مو لأجل أن لا لأجل أنه يتعرض للموت، لا لا، ليس هذا شأن المجاهد. المجاهد يخرج لأجل أن يتيح الدعوة لانتشارها، فإن قتل فتلك مكرمة عند الله له، وإن غلب، الله عز وجل قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا الذين يذهبون عشان يموتوا، لا، ما ليس هذا الغرض، لا، ليس الجهاد ذاك. يذهب فإن تعرض للموت فتلك كرامة من الله، وإن فاز فبحمد الله له الحسنى في الدنيا والآخرة. ما هو يذهب عشان يموت، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة أحد ظاهر في درعين، الدرع ذاك النسيج من الحديد يلبسه المجاهد الفارس لأجل أن يقي نفسه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمي بنبل، ظاهر في درعين لأجل أن يبين للمسلمين الذين يجاهدون: احذروا مواطن الموت إلا إذا كان تعلمون أنه لا بد من سلوكها،
مو يتعرض الإنسان للرصاص والضرب، لا هذا لا يكون. إذا ذهب المجاهد في ذاك الحين ليس له رفيق في ذاك الطريق إلا المال والنفس، فإذا ذهب بهما ما بقي شيء، لأنه قد يصاب بجراحات ثم يعود، وقد لا يصاب بجراحات ثم يعود، ولا بد من غنائم. فهذا أخذ حظه جزءا من الجهاد وبقي له أجر المجاهدين، لكن من ذهب فضاع ماله ونفسه في سبيل الله فتلك أعلى مقامات الجهاد. أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ودمك. يا عبد الله، إن من الإيمان أن تؤمن بما أمر الله به ويستقر في نفسك، إن مكنك الله من ذلك فتكون أحد أفراد هذه الدعوة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني صفقة صارت، اشترى يعني تم العقد، مو معناه عرض للناس في المستقبل، يعني تم العقد بين الله عز وجل والمؤمنين أن أنفسهم وأموالهم لله عز وجل، وأن الله عز وجل معوضهم ذاك الأجر العظيم. هكذا استقر الأمر أن الجهاد فرض، فرض على الأعيان إذا لزم الأمر، وفرض كفاية إذا قام به البعض دون البعض. هذا أصل الجهاد في سبيل الله. لا بد يا عبد الله أن يستقر في قلبك أنك إن أتيحت الفرصة تحت لواء المسلمين والحاكم إذا قام بأمر ذلك، أن توطن نفسك أن تكون أحد أفراد هذا اللواء. لا بد توطن في نفسك. الجهاد لا يقع فيه الحسد ولا يقع فيه العين، ولن تجد فيه منافس، لكن بخلاف إذا قمت تصدق، تعطي الصدقات، أو رأوا منك استقامة، ما تحب الدخان ولا مشاركة أهل الباطل، ترى كثير يحسدونك، إما يحسدونك فيقع الحسد منهم عليك فتتأذى، العين حق يا عبد الله، وإما إن عجزوا ما حصل ذلك، أوصلوا الحسد إلى أذى يصلك. لكن المجاهد ما حد يحسده. ليه؟ لما كان الجهاد لا يحسد؟ لأن هذا الأمر فيه مشقة وصعوبة وأذى، إن لم يوطن الله المرأة على تحمل ذلك وإلا النفس تأبى. ما تشوفوا كثير من بعض أفراد من يذهب ولما يرى البأس يهرب، ومنهم من يقول بلسانه فإذا دعي لم يجب. ما رأيتم هذه؟ الصحابة، بعض الصحابة: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. قالوا نبغى القتال والجهاد وطلبوا، فلما جاء الأمر كع بعض منهم، كع يعني رجع، قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى. الأمنيات أمر، والتلبس بالواقع أمر آخر. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: هذا النوع، ما يرجع لا بدن ولا مال، لا نفسه بقيت يستمتع بها ولا المال لأجل أن يخوض فيه. اقرأ ما بعده. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: تهجر ما كره ربك، وهما هجرتان، هجرة للبادي وهجرة للحاضر. فأما هجرة البادي فإذا دعي أجاب، وإذا أمر أطاع، وأما هجرة الحاضر فأشدهما بلية وأعظمهما أجرا. الهجرة يا عبد الله أصلها الانتقال من بلد لا تستطيع أن تظهر فيه شعائر الله
إلى بلد آخر فيه مسلمين تصلي معهم وتصوم معهم، وكانت فرضاً في الأولى، لا يقبل إسلام مسلم إلا إذا هاجر من مكة إلى المدينة، لأن ليس البلد هناك يقوم بالدين إلا المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكان يبايع الناس على الهجرة. فلما فتحت مكة انقطعت الهجرة، وانقطعت يعني بمعنى أنها لا تكون هجرة في الحياة الدنيا، انقطعت من مكة إلى المدينة، انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن هذه فيها معجزة بيان أن مكة لن يعود إليها الكفر إلى أن تقوم الساعة. أما الهجرة الأخرى من بلاد الكفر أو البلاد الذي يعجز عنه الإنسان فإنها قائمة، لا زالت قائمة. ولذا كانت الهجرة بعد فتح مكة على الأعراب واجبة، لأن الجهاد كان ينطلق من المدينة، فمن لم يهاجر هذا لا يعت لا لا فمن لم يهاجر لم يأتي بأحد أركان الإسلام. الآية في آخر سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أنفسهم، ثم ذكر الله عز وجل أن من لم يهاجر ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لا تتولوهم ولا تناصروهم، وإن قاتلهم أحد فطلبوا نجدتكم فأعينوهم في ذلك، وإما هم فليس لهم في الخمس ولا أموال المسلمين حتى يهاجروا. فالهجرة من غير مكة ما انقطعت. عرفنا الهجرة، هذه الهجرة أهمها وأقواها ما جاء في الحديث: أن تهجر ما نهى الله عنه. أيها المسلم في بلد الإسلام، الهجرة في حقك، لأن الهجرة والهجران ترك المسيء وعدم مخالطته، هاجر بمعنى تركه وغادره، فكانت هذه الهجرة واجبة. أن هذه الهجرة التي هي أهم أنواع الهجر، أن تترك ما نهى الله عنه وتأتي بما أمر الله به، هذه أفضلها وأقواها وأعلاها وأشدها. هذه أن تهجر ما نهى الله عنه، نهاك الله عز وجل أن تجلس بين أقوام يخوضون في آيات الله، إنكم إذا مثلهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإذا رأيت أقواما يلمزون ويغتابون لا ينبغي لك أن تجلس معهم، إن لم تفعل فإنك لم تهاجر. وأعلى أنواع الهجرة أن تترك ما نهى الله عنه. اسمع قوله سبحانه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، ليس بالضرورة أنك تهاجر من أرض، لأن الآية هكذا جاءت عامة، لفظها لفظ عام، فمن وقع في أمر اضطرته الأحوال أن يبقى في ذلك المكان، وظيفة أو عمل استؤجرت من أجله كحراسة وغيرها، أو مشاركة مع شريك أو غير ذلك، وكانت الجماعة حولك يخوضون في آيات الله. الخوض دائما في اللغة في الشرع معناه في الباطن، أغلب كلمات الخوض خاضوا كما خضتم كما خاضوا، أي دخلتم في الأمور الكلام الذي لا يليق. فإذا كنت في مجلس فيه هذه الأنواع من الناس، فمن ترك الوظيفة لأجل الله، علمت أن هؤلاء يتعاملون بالربا،
أو أن هذه الشركة تأخذ أموال الناس بالظلم، أو أن هذه الرفقة التي معك أناس لا يطيعون الله جليسهم يتأذى، والمصالح تضطرك أن تكون معهم، فأنت بين أمرين: إما أن تتركها فتخرج من ذاك الشر، أو أن الشهوة والشيطان يملي عليك وحديث النفس في الحاجة تبقيك كذلك. الله عز وجل يقول: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، اسمع الوعد، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. لا بد أن الله يعوضهم على ما تركه من هذه الفضول أشياء أفضل من هذه. لا بد يا عبد الله أنك إذا استوعبت ما أمر الله به يكون عندك اليقين الذي لا يزاوله ريب أن وعد الله حق وما قاله حق. فإذا جاءك الشيطان يسوف لك، وين تترك البنك يا عبد الله؟ وين تطعم أهلك وكيف تأكل؟ ويقول: لا، أنا أجلس فيها. الله عز وجل وعد أنه يعطيه أفضل مما هو فيه. وإذا كنت في حانة خمر، أو كنت تعمل مع في أعمال منافية فتعلم أن الله لم يبحها، أتركها لله، فإن الله وعد صاحبه. هذا نوع من الهجر. أنا أتكلم هذا بمناسبة أنه صلى الله عليه وسلم يقول: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما نهى الله عنه. ثم قسم صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى نوعين، اسمعوها الآن، اقرأ. قال: تهجر ما كره ربك، وهما هجرتان، هجرة للبادي وهجرة للحاضر. هما هجرتان، هما يعني الهجرة تنقسم إلى نوعين: هجرة للحاضر وهجرة للبادي. البادي يعني الأعراب الذين يسكنون البادية، وأهل الحواضر الذين في المدن، هؤلاء لهم هجرة وهؤلاء لهم هجرة. هجرة أهل الحواضر أن يسمعوا ويطيعوا، لا يجوز مخالفة الإمام ولا حتى في السر لا ينبغي. إذا أمر الإمام قال: لا تفعلوا هذه، وتعلم أن هذا القول فيه مصلحة للمسلمين، لا ينبغي مخالفتها ولو كانت تضرك أنت شخصيا، لأن الناس إذا غلب كل أحد مصلحته فخان فسدت الدنيا، ما ينبغي لهذا. يمثلون الناس بإشارات المرور، قال: هذه الإشارة إذا ظهرت بهذا اللون لا تتخطاها يا عبد الله، ويقوم ينظر يمين وشمال، فإن لم يجد أحد يراقبه ويعلم أنها مخالفة ويدرك أن هذه إن صيد فيها ففيها عقوبة، يقوم يمشي يقول: ما أحد يشوفني. هذا لا يجوز لك، حتى ولو اختفى عنك أهل النظر. فإذا قال الإمام: لا تبيعوا بهذا السعر، لا تعرضوا هذه البضاعة وفيها مصلحة الناس، لا تصيدوا في ذاك الوقت، لا ينبغي للمرء أن يخون، وإلا لم تهاجر كما أمر الله عز وجل. فهجرة للحاضر أن يسمع ويطيع ولا يخون، والهجرة للبادي أنه إذا طلب منك تنفذ الطلب، وإذا قيل تعالى: هلم إلى الدفاع وإلى الذود عن حوض المسلمين يجب أن تلبي. قال: هما هجرتان. قال: وهجرة الحاضر أشد، لأنه يتعرض لمسائل كثيرة لا يتعرض لها أصحاب البادية، لأن حياتهم قليلة، وكلما اتسعت الحياة كلما كثر الأمر والنهي. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يقول السائل:
بعض الشركات إذا لم يسدد الزبون الأقساط وتأخر تسحب السيارة وتبيعها، فما حكم شراء هذه السيارة؟ لا، هي ما حكم الشراء، هذا البيع عندهم التأجير ينتهي بالتمليك، فهذا لا يجوز. مو لا يجوز من حيث ظاهر الأمر لا يجوز، لأن الشروط التي يمليها هؤلاء شروط ليست في صالح المشتري، تأتيه ظروف تمنعه من السداد وأمور أعجز عنها مع استقامته، ما أسرف ولا شيء، وهم يتصيدون مثل هذه فيتعسفون فيأخذون. الدخول فيها في الأول ينبغي أن يسأل أهل العلم، أما تسألني عن نتائج ذلك دخولك فيها خطأ من المبدأ يا عبد الله. نعم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.